امبارح أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة واللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا المعلومات بمفوضية الاتحاد الأفريقي بعض التحديات اللي بتواجه القارة الأفريقية والدور المحوري اللي بتقدمه مصر في دعم هذه الدول. دكتورة أماني منورانا دلوقتي على التليفون، صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. وفي البدايه خليني اتكلم مع حضرتك عن التحديات ويمكن الفرص، احنا بنقول عليها فرص موجوده في القاره الافريقيه للتحسن، هل هذه الدول بامكانها التقدم والتطور خلال المرحله الجايه ان شاء الله؟ طبعا يا فندم القاره الافريقيه قاره اكثر من واعده، ما ننساش ان طوال عقدين من الزمان يعني 20 سنه القاره الافريقيه تحقق اعلى معدلات نمو في العالم، وفي قطاعات بارزه داخل القاره الافريقيه ونحن نسعد ونفخر بهذا. طبعا الجائحه كورونا في اخر سنتين كان اول مره يحصل تباطؤ في معدلات النمو في القاره، هو كان بسبب الجائحه، ولكن احنا لدينا تحديات ضخمه لان القاره ايضا هي قاره شابه، الشباب يعني هو الجزء الاكبر من السكان، وهي ثروه رائعه وهي الحقيقه مصدر الابتكار والتقدم في القاره، ولكن ايضا تضع اهميه او عيب توفير فرص عمل للشباب وتوفير مستوى معيشه لائق. القاره بحاجه الى خلق كل شهر انها نخلق مليون فرصه عمل في القاره الافريقيه، معناها ان احنا لابد لنا من اسراع بوتيره التنميه، تنفيذ مشروعات عملاقه تستوعب الطاقات وتوفر هذه فرص العمل، وايضا في بعض التفاوتات داخل القاره، ريف حضر رجل المراه وهكذا، لابد لينا ان احنا ننظر ليها ونتعامل معاها على وجه السرعه. طيب دكتورة أماني، لو هنتكلم عن البنية التحتية في مصر وحضرتك خير من يتحدث عن البنية التحتية، زي مصر ممكن تستغل البنية التحتية في مصر، علاقتها الدولية بدول القارة الأفريقية في فتح مجالات ليها في مجال الطاقة في أفريقيا؟ الطاقة بس ولا البنية التحتية بشكل عام؟ بشكل عام. مصر حقيقة في خلال سنوات قليلة أحدثت نقلة نوعية ضخمة في مجال البنية التحتية في كافة قطاعات البنية التحتية، وهي مصدر إلهام للقارة، وإحنا كل زعماء الأفارقة كل مرة في زيارة لمصر بيكون ده أهم نقطة بيتوقفوا عندها وبيطلبوا منها وبيطلبوا الدعم والمعونة بالخبرات المصرية في هذا المجال. والحقيقة كمان لا يتوقف دور مصر على هذا، مصر لازم أقول إنه لمدة سنتين مصر ترأست اللجنة الإفريقية المعنية بالبنية التحتية والطاقة، ومن خلال هذه أو تحت هذه الرئاسة في الاتحاد الإفريقي أيضا بلورنا 69 مشروع عملاق عابر للقارة وإقليمي في مجالات الطاقة، النقل، المياه، الربط الرقمي، من شأنها إحداث طفرة ضخمة جدا في القارة، وبيتم تنفيذها المشاريع بلورناها وأعددناها من سنة 2020 ووفق عليها في 2021 وتمتد حتى 2030 إن شاء الله. فدور مصر الحقيقة على كذا محور، دورها الوطني ودورها داخل القارة ودورها أيضا كأهم الفاعلين في القارة على المستوى القاري والمستوى الإقليمي. لا خليني أسأل حضرتك نفس السؤال بس على أفريقيا بقى كلها، إيه الخطط والاستراتيجيات اللي محطوطة في الوقت الحالي عشان نرتقي ببعض الدول في القارة الإفريقية؟ مش بعض الدول، احنا بنرتقي بكل الدول بكل الدول، يعني ازاي نقدر نرتقي بالبنية التحتية يضم كمان. يضم كل الدول الإفريقية، وكل الدول الإفريقية اتفقت على استراتيجية تنمية اللي هي الأجندة 2063 وتختص بكل القطاعات وليس فقط البنية التحتية، برؤى واضحة برامج محددة بننفذها من خلالنا، من خلال البنك الأفريقي للتنمية، من خلال وكالة المعونة وكالة التنمية الأفريقية أو دانيفاد، من خلال مع شركاء وهكذا. اللي اهتمامنا هو إنه
التفاوتات ايضا الموجوده بين الدول الافريقيه وبعضها، لان مش كل الدول الافريقيه، بنتكلم على اكثر من 50 دوله، مش كل الدول الافريقيه على نفس المستوى من الفنيه، او بعض القطاعات هنلاقيها متميزه في دوله ما عن الدوله الاخرى وهكذا. فاحنا الاهم كمان النقاط اللي بيركز عليها الاتحاد الافريقي هو التعاون الافريقي افريقي والاستفاده من الخبرات الافريقيه افريقيه والاسواق الافريقيه افريقيه والمنتجات الافريقيه افريقيه. ولذا اطلق الاتحاد الافريقي من سنتين منطقه التجاره الحره الافريقيه الاكبر في العالم والاسرع تنفيذا في العالم وفي التاريخ، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل العام الماضي. ونسعى، وده برضه رجعنا لموضوع النقل والطاقه، نسعى لاسراع برامج تنفيذ برامج النقل القاري والاقليمي علشان نقدر نتبادل السلع ونتبادل الخدمات والطاقه، لان احنا نسعى ان احنا في هذا السوق اتجاه منطقه التجاره الحره ان نتبادل سلع افريقيه، لذا يلزم ايضا تسريع وتيره التصنيع داخل القاره، وده يستلزم ايضا الطاقه. عظيم. انا تحدثت ايضا امبارح على في يونيو الماضي، وايضا تحت رئاسه مصريه للجنه البنيه التحتيه، تم اطلاق السوق الموحد الافريقي للكهرباء اللي بدانا فعلا بتنفيذ عشان ننتهي من 2040، وده هيكون اكبر سوق في العالم للكهرباء لتبادل الكهرباء من مناطق الانتاج لمناطق الاحتياج من خلال شبكات نقل كهرباء عملاقه، يعني عبر القاره وعبر اقاليم القاره كلها. عظيم. المؤتمر بيتوقف سنتين زي ما حضرتك قلتي بسبب فيروس كورونا، لكنه بيعود بشيء ايجابي جدا وهو اطلاق سوق افريقي موحد. لا مش البرنامج هو اللي توقف، برامجنا شغاله. المؤتمر يا فندم. المؤتمر يا فندم. طيب افريقيا كيف تنظر لمصر باعتبارها مركز للطاقه؟ لا ده سؤال حضرتك. مصر دورها التاريخي في القاره ودورها المحوري في القاره منذ نشاتها ونشات الاتحاد الافريقي، يعني تم من حتى منظمه الوحده الافريقيه من التحرر حتى هذه اللحظه لم تنقطع مصر يوما عن تبني القضايا الافريقيه والدفاع عنها ودعمها. فلا دور مصر وده كل يعني لا يحتاج منا الى تاكيد اليوم، ولكن ما يحتاج الحقيقه ان نتوقف عنه هو الاهميه الكبرى التي وليها الخمس رئيس للقاره الافريقيه، وكون ان امبارح الجلسه الاولى والجلسه الرئيسيه والجلسه التي حضرها الخامس رئيس كانت ومحورها افريقيا، موضوعها افريقيا الى هذا الحد. مصر يعني هي الاولويه لمصر وللقاره هي القاره الافريقيه، وده طبعا شيء الحقيقه نشرف ونسعد بيه جميعا. كل شكر لك يا فندم الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات بمفوضية الاتحاد الأفريقي. ألف شكر لك.